عمل تقني من ألمانيا تسحقه آلة صنع السيارات فوكسفاجن على ما يبدو أن العرق البشري أصبح مهددا في أيامنا هذه من قبل آلات التي صنعها. فقد لقي موظف حتفه بعد ماس ما أثناء العمل في مصنع سيارات فوكسفاجن الألماني. لقد كان الشاب البالغ 22 عاما يقوم بتغيير الآلة مع فريقه عندما أمسكه مقبض الآلة وسحقه بين المعادن الصلبة. كان الشاب واقفا داخل قفص الأمان عندما وقع الحادث، أما زملائه فقد كانوا خارج القفص ولم يصابوا بأي مكروه. كما وقد أكدت الشركة أن الآلة ليست من الجيل الجديد الذي يعمل جنبا إلى جنب الموظفين، الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن مصير علاقة الجنس البشري بالآلات التي يصنعها. فهل نحن مقبلون على ثورة آلات ضد البشر؟ لكن الشركة فوكسفاجن تقول أن الماس الذي وقع بالآلة يعود لأسباب تقنية سببها أحد الموظفين، والتحقيقات ما زالت جارية.